اهلا وسهلا بيكم في قناه ليرنينج سبرينكلز. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا هيكون عن زي ما احنا كده كاتبين عفريت الجرامر، او الحاجه اللي الولاد لما بيبقوا اول مره يتلقوها بتبقى بالنسبه لهم يعني هو في ايه اللي بيحصل، انا مش فاهم حاجه. وفي نفس الوقت برضو التيتشرز او اولياء الامور مش بس بيبقوا شايلين هم ان هم ازاي هيشرحوها، لا بيبقوا شايلين هم ان الولاد مش قادرين يستوعبوا، او بيقعدوا يقولوا الموضوع هيجي بالوقت. طبعا هو كل حاجه بتيجي بالوقت وكل حاجه، بس من اهم الاسباب اللي تخلينا نشرح البريزنت سامبل وكمان الولاد يستوعبوه ويحبوه، ما يبقوش خايفين منه ما يبقوش متضايقين منه، هو اننا ننزل بدماغنا احنا ككبار لدماغهم هم كاطفال ونشرح بطريقه يعني ممكن نقول عليها عبيطة شوية، ولكن هي هتثبت جدا معاهم وهتخليهم مستمتعين بالدرس. ويلا بينا نبتدي على طول. طبعا احنا اول حاجة المفروض نعملها لما بنيجي نشوف المنظر ده في الكتاب انه يغمى علينا، بس ده مش هيحصل. احنا ان شاء الله ايا كان الكتاب اللي معانا، انا هنا مصورة من كتاب ستيب أهيد، مش دي الطريقة ابدا اللي استحالة 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 طفل صغير يقدر ان هو يستوعب بيها جرامر. طبعا كل واحد ليه اسلوبه، ولكن انا ببقى شايفة ان الصح ان احنا نجيب اولادنا ونبدأ ان احنا نتكلم معاهم، سواء انا مدرس او سواء انا ولي امر، ببدأ اتكلم معاه هو ايه هو اصلا البريزنت سامبل، ليه بستخدم البريزنت سامبل، مش بان انا على فكرة اقول له ان البريزنت سامبل هو المضارع البسيط ويعني ايه مضارع والكلام ده، لا. الموضوع ببساطة ان البريزنت سامبل ده بما هو موجود في منهجهم، هو لما يبقى في حدث بيتكرر من نسبة 0 لـ100% يبقى انا لازم استخدم البريزنت سامبل. يعني ايه؟ اقعد اقول له مثلا ايه رأيك، مثلا لو هو بيحب ياكل السمك فقول له انت دايما بتحب تاكل سمك، يبقى you always eat fish، انت دايما بتاكل سمك. فكلمة دايما دي always معناها ان الحدث ده بيتكرر على طول، تمام؟ فعشان كده استخدمت present simple وانا بعمل الجملة بتاعتي. او مثلا لو هو مش بيحب ان هو ياكل سمك كتير، او عمره ما بيحب ياكل سمك خالص، فقول ايه you never eat fish، انت عمرك ما بتاكل سمك، يبقى هنا نسبة التكرار 0. طيب حابة ان انا مثلا اقول حاجة بتحصل كل يوم زي ان الشمس بتشرق في الصباح، ودي جملة اوريدي موجودة عندهم في المنهج بتاعهم، the sun comes up in the morning، the sun comes up in the morning. الشكل ده بتاع الجملة هو في present simple لان الحاجة دي بتتكرر كل يوم. بلاش بقى ادخل كمدرس، انا فاهمة ان انتوا كمدرسين فاهمين يعني ايه fact ويعني ايه permanent state ويعني ايه timetable، لا بلاش ندخل بيهم في المنطقة دي، خلينا نتكلم دايما على موضوع التكرار. طيب خلاص انا فهمتهم ان الموضوع لما يتكرر معايا في اكشن بيتكرر اكتر من مرة، او 0 مرة 10 مرات ايا كان، هستخدم البريزنت سامبل. ابدأ بقى اشرح لهم شكل الجملة بيكون ازاي. اول حاجة لازم اشرحها هو الافيرماتيف فورم. يعني ايه افيرماتيف فورم؟ يعني شكل الجملة العادي. وببدأ اشرح لهم ان البرونونز اللي موجودة في الانجليش متقسمين مجموعتين، اول مجموعة اللي هم I, you, we, they، دول اربع صحاب كده كتاكيد اتاكيد وتبيت ماشيين مع بعضهم، ما بيعملوش اي حاجة لأي حد خالص، او لما بيشوفوا الverb بيسيبوه زي ما هو، بنخليه infinitive verb. يعني ايه infinitive؟ يعني ما بزودش على الverb اي حاجة، ما بزودش على الفعل اي حاجة. يعني مثلا اقول I play every day، you eat fish، we drink tea، they play in the school، وهكذا بحط الverb زي ما هو ما بزودش اي حاجة. خلاص كده يبقى دول الاربع صحاب الكيوت اللي مع بعض اللي مش بيعملوا حاجة للverb. نشرح بقى ايه اللي بعدها، he she it، دول بقى شوية كده نوتي وبيحبوا يلعبوا وبيغيروا شوية في الايه في الverb. يعني هنا مثلا ابدأ اشرح له، حتى انا حط الصورة هنا، he دي بتبقى للولد او للمذكر، يعني بابا اخويا حد من صحابي، دايما هي دي بنستخدمها للمان بوي whatever، هشرحها له عربي او انجليش. شي دي للمؤنث بصفة عامة، مامي مثلا او انت، ممكن اتكلم عن حد من صحابي مثلا هانا whatever، برضو هشرح عربي ولا انجليش. وايت وهي اخر حاجة اللي بنستخدمها لغير العاقل، for animals or things، للحيوانات او الاشياء. التلاتة دول بقى بيعملوا ايه؟ بيزودوا على الverb S او ES.
طيب هي دي بقى المعجزة، هي دي المعضلة. ازاي نشرح لهم الحتة دي؟ اول حاجة ببدأ اخليهم يفتحوا ايديهم بالشكل ده، وابدأ اشرح لهم على صوابعهم ان لو عندي في اخر الفيرب حاجة من الخمسة دول XOSSHCH بزود للفيرب ES، بس ده في حالة ان هو جه مع حاجة من التلاتة دول he, she or it. يعني مثلا اقول he passes، هنا passes ليه زودت لها ES عشان في اخرها double S من اللي موجودة في صوابعي. طيب he washes the dishes ليه حطيت ES عشان برضو في SH اللي هي موجودة على صباعي. ونفس الموضوع مع go goes watch watches fix fixes. يبقى انا بشرح ازاي الاي اس، ببدا ان انا اشاور على بطن ايدي واقول اي اس، فابدا ان انا اخبط عليها، تمام؟ فالموضوع يرتبط معاهم بتجربه بصريه وسمعيه، فيبداوا ان هم يعملوا زيك كده، والموضوع يقلب شويه بضحك وهزار، بس معلش نبدا نخبط كده اي اس اي اس، وبعدين نبدا بقى نلعب اكس او اس 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 اتش سي اتش. في ناس تانية بتحب تقولها اي اس XOSSHCH. المهم ان هم بالشكل ده بيحفظوا الخمس حالات اللي لما بيكونوا موجودين في اخر الفعل بزود للفعل ES لو هو مع هي شي ات. طيب لو ما فيش حاجة من الخمسة دول، ببدأ ان انا اقفل ايدي بالشكل ده واقول S، واعمل كأني كده بضرب حد بالبوكس S، ان انا ازود S وبس، خلاص كده الافيرماتيف خلص. اه خلص فعلا، ما فيهوش اي حاجة تانية زيادة عن كده. يبقى التلخيص are you we they four friends كده كتاكيد قطايد وطبيط، ما بيعملوش حاجه لحد، يسيبوا الفيرب زي ما هو infinitive verb he she it. تمام، الثلاث حاجات دول يا اما بزود s يا اما es. امتى ازود es؟ لما افتح ايدي بالشكل ده وابدا اقول XOSSHCH. لو في حاجه من الخمس حالات دول في اخر الفيرب، تمام، الحرف او حرفين من دول موجودين في اخر الفيرب زي go watch fix wash pass، ببدا ان انا ازود es، ده في حاله تاني ان احنا بناكد مع he she it. لكن لو الفيرب مفيش في اخره حاجه من الخمسه دول، بقفل ايدي بالشكل ده واقول s. تمام، زي مثلا اقول plays eats drinks، خلاص كده، لان play و eat و drink لو حبيت احطهم مع he she it ازود لهم اس عادي جدا، لان مفيش في اخرهم حاجه من الخمسه دول، الافيرماتيف خلص. ابدا بقى ندخل على الاكزامبلز، وهي دي المهمه قوي. ببدا ان انا اشرح بالامثله بالشكل ده، اقول I play football every day، انا بلعب كوره كل يوم. طيب I ده من مين؟ من انهي جروب؟ I you we they ولا هي شي ات؟ اه ده من الفور فريندز اللي هم الكيوت اللي مش بيعملوا حاجه، فعشان كده الفيرب انفينيتيف زي ما هو، تمام. لكن هي هنا بحط اس او اي اس، ببدا ان انا اول حاجه افتح ايدي وادور هل في حاجه من الخمسه اللي كانوا في صوابعي موجودين هنا، في هنا اكس، في هنا او، في هنا دبل اس، في اس اتش، في سي اتش، مفيش حاجه من الخمسه دول، خلاص اقفل ايدي واقول اس، يبقى بلايز. تمام، نفس الموضوع تاني في الجمله اللي بعدها، اي يو وي ذي، وي دي من الفور فريندز اللي هم الكيوت، بنسيب الفيرب زي ما هو انفينيتيف، مش بنزود عليه اي حاجه. طب هي شي ات، افتح صوابعي وادور في هنا اكس في اخر الفعل ايت ده، لا. طب في او، لا. طب في دبل اس، طب اس اتش، طب سي اتش، مفيش حاجه من الخمسه، خلاص اقفل ايدك واس، يبقى ايتس. تمام، وهكذا بقى بفضل ان انا اتبع معاهم نفس الاسلوب، بس اهم حاجه ان انا اخلي بالي ان مثلا لما تجيلي كلمه زي مام ابدا اربطها لهم. طب مام دي، هما طبعا في منهم ما عندهمش قوي التاسيس الكافي ان هم يبقوا فاهمين ان مام بتساوي شيء، ببدا ان انا اشرح واقول مام دي يعني لو حبيت اشيلها احط مكانها شيء، يبقى شيء هفتح ايديا وابدا ادور على الخمس حاجات. فهنا بصوا مثلا مام بتساوي شيء، وبعدين انا هنا عندي x، لا عندي o، لا عندي s، لا عندي sh، اهي على طول احط ايه es es، واخبط على بطن ايدي بالشكل ده علشان يكونوا فاكرين والموضوع مرتبط معاهم كانه لعبه. فهقول mom usually washes the dishes. تمام،
التكرار بيعلم الشطار، دايما حاولوا تدوهم examples كتير عشان الموضوع يثبت معاهم. زي ما اتفقنا يو من الفور فرانز الكيوت، هي هفتح ايديا فلقيت حاجة من الخمسة فهزود الاي اس، ما لقيتش خلاص هسيب الاس بس وانا قافل ايدي، زي مثلا ما حطينا في اول كام اكزامبل. شرحنا كتير وخلصنا الافيرماتيف كده كله على بعضه وخلص. نبدا ندخل بقى على تاني حاجه وهي النيجاتيف والكويستشن. خلي بالكوا ان في هنا في الكتاب حاجه كده موجوده، ومش بس في الكتاب ده على فكره، ده في معظم الكتب بيبقوا حاطين ان مثلا امتى مع الجمع احط ازود ايه، وامتى مع المفرد ازود ما ازودش ايه، وهكذا يعني. لا انا مش بحب الطريقه دي. ليه؟ مثلا لو انا مشيت على النمط ده فهو بيقول لي اي اسم جمع بنحط كده الفعل زي ما هو يعني، واي اسم مفرد بزود اس. فتبداي عشان تشرحي له ان ممكن مع الاسم المفرد تزودي كمان اي اس، بنخش في قصه. وعشان تفهميه مثلا لو هو بقى طفل ذكي شويه بيقول لك ايه، طب ما هو اي يعني انا، يعني اسم مفرد انا اللي هي لوحدي انا بس، ليه بقى ما زودتش اس؟ فبتلاقي نفسك دخلتي في متاهات ملهاش لازمه. يبقى احسن طريقه اللي احنا شرحنا بيها في البدايه، ان انا بفهمهم ان البرونونز مقسومه جروبين. اول جروب اللي هو اي يو وي ذي، اربع صحاب كيوت، وهي شي ات اللي هم شويه بيبقوا نوتي بيزودوا حاجه على الفيرب بنحط اس او اي اس. ازاي اعرف اس او اي اس؟ عن طريق الهاند، ان انا بفتح ايديا وابدا اعد الخمس صوابع زي ما عملنا، واي اس لو مش موجود حاجه من الخمسه بقفل ايدي واقول اس، كانه بوكس كده يعني بخبط بايدي كده في الهواء كانه بوكس. طيب خلاص كده. ايه الطريقه بقى اللطيفه في الكتب؟ هي الطريقه دي، بصوا كده، بتاعت النيجاتيف والكويستشن. انا عندي هنا هي شي ات، بسال بداز وبنفي بدازنت. اي يو وي ذي، بسال بدو وبنفي بدونت. يعني ما هوش اشرح لهم بالشكل مثلا ده، لا، اول مره الولاد يستوعبوا المعلومه ما ينفعش نحط لهم المنظر ده. ده انت كمدرس جميل ان انت تبقى عارفه وفهمه وتعرضه لهم بعد كده على فكره. يعني مهم جدا ان هم برضو يوصلوا في الاخر لمرحله من الاحترافيه ان هم فاهمين، بس اول مره لا، ما بقولش اي حاجه غير ان انا بنفي بدونت ودازنت، وبيبداوا ان هم يحفظوها بقى بشكل اغنيه يرددوها، كل على حسب كل يعني مدرس وكل ولي امر على حسب اولاده الطريقه المناسبه ليهم. وابدا ان انا افهمهم ان دونت هي اختصار لدو نوت، doesn't هي اختصار does not، واديهم امثله عشان يفهموا اصلا يعني ايه نيجاتيف. يعني I play football، انا بلعب كوره، يبقى I don't play football، انا مش بلعب الكوره. Jason likes pizza، Jason بيحب البيتزا، Jason doesn't like pizza، هو مش بيحب البيتزا. ودايما الفت نظرهم ان don't و doesn't بيجي معاهم الانفينيتيف فيرب، دول مش بيغيروا اي حاجه في الفيرب. ايه ده يعني likes هنا احطها من غير الاس؟ عشان هو الاصل بتاعها لايك، مش هزود اي حاجه. طيب the cat drinks milk، طالما في doesn't يبقى هشيل الاس زي ما اتفقنا، هتحط الفيرب زي ما هو the cat doesn't drink milk. خلاص كده هم وصل لهم الموضوع. وزي ما اتفقنا نتجنب الاشكال اللي هي بالمنظر ده في البدايه للاولاد، الاول يفهموا ويحبوا التنس، وبعد كده بقى نوصل بيهم لدرجات اعلى في الفهم وطريقه بروفيشنال اكتر في العرض. طيب انا خلاص كده اديت لهم الايه، الكويستشن والنيجاتيف بمنتهى الاختصار. اخر حاجه عشان اجمع المعلومه، ان انا ابدا اقول ان دو داز دونت ودازنت دول بيجي معاهم الانفينيتيف فيرب، يعني بنحط معاهم الفيرب زي ما هو. وعودوهم دايما ان اي اربع اصحاب مع بعض زي مثلا اي يو وي ذي بيسيبوا الفيرب زي ما هو، ما بيغيروش في حاجه. برضو do does don't و doesn't بنحط الفيرب زي ما هو، ما بنزودلوش اي حاجة، ولا اس ولا اي اس ولا اي حاجة في الدنيا خالص. ونبدأ نديهم examples اكتر نقراها، زي مثلا I don't like milk، انا مش بحب اللبن، he doesn't like milk، عشان يبدأوا دايما يفرقوا ويفتكروا امتى بستخدم don't امتى بستخدم doesn't do و does وهكذا. الامثله الكتير هي اللي هتخلي الاولاد يفهموا، واول مره تخلوهم يحلوا حتى هتلاقوا الكتب الخارجيه في الاخر بتدي اختيارات. يعني مثلا تخلوهم اول مره يحلوا يختاروا don't ولا doesn't، يختاروا مثلا do ولا does، لكن ما تدهمش من اول مره اعمل انت السؤال، اعمل انت الجمله، لا طبعا طبعا ده بيعقد الولاد جدا. فادوهم اختيارات، وانا ان شاء الله هتلاقوا نازل لكم في الديسكربشن بوكس تحت الفيديو لينك
او كذا لينك كمان لاكسرسايزز تدريبات للاولاد اختياريه، ميزتها بقى ان انتوا هتفتحوها وتحلوها وتتصحح في نفس اللحظه. وان شاء الله ان شاء الله لو في اي حاجه زياده انتوا محتاجينها قولولي على طول وانا انزلها لكم. وبكده يكون فيديو النهارده خلاص انتهى. احنا شرحنا الافيرماتيف والنيجاتيف والكويستشن بابسط طرقه. ناقص كده حاجه واحده بس، ان احنا نشرح ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، عشان النهارده كده وقت الفيديو طال قوي عليكم. الفيديو الجاي ان شاء الله هنشرح الياس اور نو كويستشن، لما يكون عندي سؤال بيبتدي بدو وداز فعلا، بس ازاي بقى اجاوب بياس او بنو. ده هنعمله في فيديو بسيط لوحده. لو ليكوا اي مقترحات او الاكسرسايزز اللي احنا هننزلها لكم النهارده في الديسكربشن بوكس عجبتكم قولوا لنا في الكومنتس عشان ننزل لكم اكتر منها. لو محتاجين اي حاجه بي دي اف، لو محتاجين اي دروس زياده، عايزيننا نبتدي بحاجه معينه ما نمشيش بالترتيب، احنا في الاخر عايزين ان احنا نكبر بيكم. ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه بتاعتنا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات، وكمان تعملوا لايك للفيديو ده وشير علشان نكبر اكتر واكتر ونقدر نستمر ونعمل فيديوهات اكتر ان شاء الله. شكرا جدا لذوقكم ومع السلامه.